بمناسبة انطلاق الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم، راح أتكلم عن بعض العوامل اللي ممكن أن احنا نتحكم فيها فنقلل من احتمالية الإصابة. صحيح أن في عوامل احنا ما نقدر نتحكم فيها مثل التقدم في العمر، العامل الوراثي، الحالة الصحية، لكن بالمقابل في عوامل منها التغذية، السمنة، الرياضة ممكن نتحكم فيها فبالتالي نقلل من احتمالية الإصابة. طبعا التغذية الصحيحة أو التغذية السليمة اللي تشمل على كميات مرتفعة من الألياف والخضار والفواكه والحبوب الكاملة وقليلة الدهون الحيوانية المصدر واللحوم الحمراء تساهم في التقليل من احتمالية الإصابة. لذلك الدراسات أثبتت أن الحمية اللي يتبعها مرضى السكر ومرضى القلب تساهم في التقليل من احتمالية الإصابة. الشخص السمين أو اللي عنده زيادة بالوزن عرضة للإصابة بنسبة 30% أكثر من أصحاب الوزن المثالي. قد يكون البعض بعيد عن الوزن المثالي، لكن نزول 10% من الوزن الفعلي يساهم في التقليل من احتمالية الإصابة. ممارسة الرياضة هي أحد العوامل اللي تساعد أن هي تقلل من احتمالية الإصابة بنسبة 15%. منظمة الصحة العالمية في 2015 وصت بضرورة تجنب اللحوم المصنعة لأنها تزيد من احتمالية الإصابة. تناول حوالي 50 ل 100 جرام من اللحوم المصنعة يزيد من احتمالية الإصابة بنسبة 15 ل 20%. يعني 50 جرام أتكلم كأن عن قطعة سجق متوسطة أو ثنتين صغار. حرص على تناول الألياف الغذائية بحيث أن هي ما تقل عن 30 جرام يوميا في نظامنا الغذائي هي أحد العوامل اللي جدا مهمة.